مش مع أمير المؤمنين هارون الرشيد صلى في واحد المسجد في بغداد، خرج من صلاة الجمعة عمل له استعراض من باب المسجد الأقصى وهو خرج في واحد الموكب عظيم. نبي الوزراء والأمراء يا هذا الطير دخلت عليك بالرب الكبير إلى ناس ينزل على إب أمير المؤمنين، وذاك الطير غضب وضرب جناحه وخرج من الشرجم. كي زيرنا وحسما عاد نطلقو وعادي نردو ليه كاع الحويجات غير نربيو. يا كريم يا نعم الفراج بعفوك نراشي، دخيلك بالنبي مول المعراج والأولياء والصالحين كفاه المتاجي. فاشي يا رب على عبيدك فاشي، فاشي يا رب على عبيدك فاشي. عندي واحد المرة ما عندي معاها ولاد، تزوج بيها مدة من الزمان. واحد اليوم من الأيام يا سيدي شريت واحد الفريريت وبقى معايا وربيت عليه الكبدة نوكلو نشربو. تقالت ما تقالت المرة صد عليها بالروح، غادية غادية وجاية جاية، واللي دارها الله هي اللي كاينة، ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله. إلا عطاك العطي لا تحرك لا تواطي. إوا هاد السلطان هذا ما عطاه الله ولاد، واحد اليوم كاين الشروط الخدم لأن وحدة من الجواري ولدت. سبحان الله العظيم، ولدت واحد البنت وعجوبة الزمان وفريدة ديال داك العصر وداك المكان. قال لهم وليداتي بين وصيكم واحد الوصية، والوصية ما كتقتلنا كتجيني، راه إلا بنتو كيقسموا الورد خصكم تعرفوا بأن راه محمد يورث ومحمد يورث ومحمد يورث، ولأني محمد راه ما يورثش. واحد فيهم هادشي ايوا نختصر يا سيدي في القصه. مات تاجر حمار الله يوفقه برحمه الله، ولادو قالوا بلا نقسموا الورد، ولكن شكون هاد محمد اللي ما يورثش؟ يسقاني شرب ونسبقت له العنايه، مولاي شدني القرب رفع لي حجاب النهايه. اش قالوا ساداتنا العلماء في دوك الكتب اللي شافوا؟ المشدود ما هو الا كرامه ينعجز فيه اللي عرفوه، كان حتى كان حتى كاين الله في كل مكان في غابر الزمان وسالف العصر والاوان. حتى كانت اسيا ديال المدينه المغربيه وهي السبته اللي هي الان محتله، كانت في هذه المدينه واحد المراه، امراه ارمله عندها ولد صغير مات الرجل، خلاها اسيا دي في هذه المدينه وكانوا غرباء ما هم من السبته ولا من المنيليه ولا من طنجه، بل جاوا من الاندلس. هي من الحروب ديال الملوك الطوائف بعضهم بعض، واللي هرب هرب ومن شملتهم هاد الانسان اللي هرب بمرتو ونزل عسيادي في سبته، بل زاد هاد الولد في سبته انما توفى. خلى لي هاد الدري صغير وقفت المراه وتحس مات، وقصت الديور ديال عسيادي النسوان العاليات تدق في الدار وتتكلم المراه، لالا نعجل ليك ونصبر ليك ونطيب ليك. كانت تتسقات عسيادي من هاد العمال، والدري تيكبر شيعا فشيعا، تضرب في عمرو 10 سنوات. بقات لي واحد النهار وقالت لي حمد، قال لي انا عمي يلا، قالت لي وليدي انا كبرت وما بقى فيا ما يخدم، عيت ما نصبر، عيت ما نتحنى، يمكن لك وليدي بانه تشوف شي صنعه اللي تجني لنا منها قوت حلال. قال لي انا عمي يا امي ما قدرتش نقول لها لا. داتو الخياط دري ما مراد واسيادي في خدمه، داتو البازار هرب من عنده، شافت تعيات وهي تقبت من يدي، جابتو لواحد الورشه ديال المرجان، وقفت على مول الورشه. سيدي صباح الخير. صباح الخير يا لالا، الله يجازيك بخير، انا معايا الخير وهذا اليتيم، علموا لي الصنعه، ما تباه وخلاه ليا، وانا ما عندي حد لا والي ولا تالي، اعمل الخير تلقى الخير. ما بقات فيه، قال لها شي ناس ما كاين، فتح الصندوق من النيه ديالو الصافيه جبت كيس، قال لها خذي هذه البركه، هذه المجره ديال شهر، وكل شهر اجي دي مثل هذا القدر. وسيدي الله يجازيك بخير، كاينين الرجال كاينين ولاد الخير. ادخل اولادي ادخل، عثمان عبد الرحمن شوفوا هذا الدري هذا تهلاو فيه، علموه الصنعه، الصنعه راه الا ما غنات تتستر، وقيل راه تزيد في العمر. الدري على ما دخل عند المعلمين حكروه، انه
كيفاش يصايب المرجان، كيف يتقبل المرجان، كيف يمريه، كيف ينقص منه. خدمة واعرة ومن الصباح طل الرواح، عرفوه ما يقدرش. قد ذاك النهار حلا قاعد في الحبس، اليوم الثاني ما جا شيء. تسنى المعلم جاش هو يعيط للمتعلم، اجا السعيد سير الدار ديال المراه قول ليها بانه طرد ليا النصف الاجره اللي عطيتها والنص الله يسامح ليها ولدها راه ما بغى يخدمش. مشى تدق عليها هيك سمعات لها الاخبار بكات. فين غادي نلقى هذا؟ كان كل ساعه كيحكتها على مدرسه القران اللي هي في مدينه سفده، واللي الرئيس ديالها والشيخ ديالها ابو عبد الله الفخار القطب الصالح الزهيد كان كل مره تيهدف بالمدرسه وباللي تيقرا والحديث والاصول والفروع. هي عرفت هذاك النهار ما مشاش، عرفت تلقاه في المدرسه، جات تجري المدرسه لقاتو في المدرسه. علاش؟ دابا المدرسه بيت، ذاك البيت فيه اسياد الطلبه الجدد طيفطروا الفطور الثاني ساعه الضحى، وقاعد معاهم الدري تياكل. طارت عليه السيادي وجرناتو بيناتو وشنقات عليه. الدري شافها بدا تيتشرجر تيبكي، هي تنطر هو تيبكي. الشيخ ابو عبد الله خرج سمع السيادي لهذا الهرج وشاف جا ليها. يا ابا عبد الله ما كاين معاه هذا الصبي. الله سيدي الله راه قهر، ما بغا يخدم، ما بغا يتعلم، ما بغا يصنع، وانا ما عندي لا والي ولا تالي، هو اللي عندي فوتو بانه ينفعني. أرمال الدري أسيادي عيني وبيضة فيهم، أنت وليدي مالك ما بغيت تصنت الكلام أمك؟ الدري بكى قال لي والله يا سيدي ما تيفقير يعني الكلية الضمير حاضر ونقي. هسا يمني على الراوية القصاص، شنو قصدو وشنو نعتو وكيف نوصفو؟ جاه رئيس الرياس عليه من ناس تنده من كل جناس، عساس الباش الحمراء فاش يطيب الشيخ سيدي بن عباس من فوق شامور كتبية حط الرجل على الرجل ما يتهنى حتى يتعشى الدخلاني والبراني. بلادنا كان قبلي الحليفي أو الداو وقال فيه الحبر الكبير سان الدين بن الخطيب المعناوي. راوية راجل غريب مسافر سياح اسكن حتى اليمامة والطائف، في جنبه ديما عكاز شعر شايب بالوفرة، طلوع قاسية توترها الصفرة، وبياض شيبة عليه ديبة. My story starts in a land called Ishukek. This land is known for beautiful scenes. People were very peaceful, they were very happy. My story and those villagers believed in myths, fairy tales and anything that could be felt by the heart and not seen by the eyes.